الشيخ زايد سمح لنا بقطعة أرض اللي هي عليها الكاتدرائية الحالية بتاعة أبو ظبي، وكان ساعتها يعني بمنتهى السماحة كان لنا طلب كان هتكون في مكان أبعد، فقلنا له إن إحنا أو بعتنا بالمراسلات إن كل المصريين والأقباط ساكنين بالمنطقة هنا، فبرضه تسمحوا معانا وأعطونا في المكان اللي يناسب الجميع، فكنا يعني السماحة دي إحنا عايشينها وحسيناها.